بتاع صديق المدرسة أنا عمال. This way? You didn't bring your bikini. اليوم احنا معروضين الغداء انا وأراش ماما وبابا عارض علينا خالو وصافي وجاي داخل الناس كتعوم الناس كتشمش Shrimp provencal. Tres provencal. What did you order? I will check it. We ordered shrimp, but not. Excuse me. No, the sauce is Hello? Here. Some sauce food. For the other shrimp. Where is your father, Arash? Went with my uncle. Huh? يلا سالينا الغدا. حنا دابا غاديين عند خالو الدار. خالو هذا بواحد خالو هو خو ماما. غاديين نشربوا قهوة تما. المهم غادي نديرو شي حاجة. عاد من بعد غادي نمشيو للدار. واليوم مع الثمانية غادي تجي اختو وولدها. أول مرة غادي تفهمتي غادي تعمر عليا الدار. المهم أنا فرحانة، راكم عارفين أنني كان دائما كنحس بالوحدة. أنا فرحانة أكثر من عائلتها. حيتاش المهم راكم عارفين أول مرة غادي نشوفها يعني في الحقيقة هي وولدها. دائما ملي كنرجع لدبي كتكون عندي واحد الفرحة في البداية. بحال قلتو أنا غادي نشرح لكم، بحال قلتو كنعاود نابريشيتي هاد الحياة. مثلا ملي كنمشي للمغرب وكنرجع معرفتش كيفاش غادي نشرح لكم. أنا قلت بحال كنقول واو أنا عايشة هنا. بحال هكا لأنه المهم الناس اللي عايشين في المغرب وجاو لدبي هما اللي غيعرفوا علاش انا كنهضر، لانه فهمتي جوج ديال الحيوات جمع حياه شنو هي ما عرفتش شنو هي حيوان مختلفين تماما. هنا بحال قلتو ملي كنرجع هذا كنرتاح I feel relaxed وصافي صافي ما كنبقاش نوري على حتى شي حاجه، ما كنبقاش دماغي خدام ومستريسيا وداك الستريس اللي تيكون عندي فاش كنكون في المغرب. هنايا كلشي فهمتي كترجع لديك الحياه بالنسبه لي انايا هذيك الحياه الساهله، هذيك الحياه الامنه، هذيك الحياه فهمتي كي كنقولوا مريحة. الحياة المريحة، كل شيء مقاد، كل شيء في بلاصة. كتبغي تمشي لواحد البلاصة كتمشي من الدار نيشان ديك البلاصة، مابقايش تقولي لا ساكي لا هادي ناري عدكي هادي، مكتبقايش كاينين شي حوايج صافي مكتبقايش تهزي ليهم الهم. بيان سور في المقابل كتكوني هادشي كله المقابل ديالو فلوس، كل شيء كيتخلص، ولكن كي كنقول لكم المهم راه الناس اللي مثلا اللي قادرين انهم يأفورديوها راهم فهمتي راهم مرتاحين. يقدر شي واحد اخر مثلا يقول لي لا روعه لا هادشي اللي كتقولي ما كاين.
الجو ويلي 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 عاد الجو خطير كيحمق بزاف بارد يعني ما كتحسيش بالصهد وما كتحسيش بالبرد يعني كتحسي بداك الهواء كيضرب لك في وجهك احسن جو احسن وقيته زعما في دبي هي هاد الوقيته هادي دابا شنو هذا شهر 12 الاخر ديال شهر 12 عندكم واحد وجوج وثلاثه هما الطب في الجو كيكون فهمتوا بارد صباح بكري بارد بزاف الليل بارد ووسط النهار تيكون مهم هو هذاك معتدل جينا دخلنا للدار غادي نعاود لكم هذا البلان هذا وهذا عقلوا عليه مزيان هذا داخله مع الدخله ديال الدار حكاينين واحد التصاور محطوطين فوق واحد اللعيبه كاينين تصاور بزاف ديال العائله مثلا ها خالو مع مرتو خالو مع بنتو ولدو ها هو هاد التصويره فيها خالو بنتو هاد التصويره فيها خالو وباه هاد التصويره فيها مهم ديال العائلات مهم محطوطين بحال هكا وقاسه كانت منظر انايا في التصاور ديال العائله تخيلي فمن غنطيح اكبر تصويره تما شكون فيها تخيلوا فيها هذا فيها آراش ومرتو اللي كانت مرتو بارزين التصويره ديال العرس والعائله كامله موراهم تخيل يعني وانا كنقول نطيح فيه عريس مع مرتو الاولى تخيلوا عطيو واحد الاحساس في شي شكل ما عرفتش واش شدتني البكيه ولا ما عرفتش شنو شدني ماشي البكيه ولكن واحد التغمغيمه واحد الداخل هنايا ما عرفتش واش واحد الاحساس صعب نوصفه لكم في شي شكل علام انا متاكده ان واحده اخرى في بلاصتي كانت غادي تشوف ديك التصويره غادي تلقايها دابا ما تهضرش معاه ومقلقه منه وغتقول لي علاش هذيك التصويره كاينه تما وكيفاش غادي تخاصم معاه انا حسيت بواحد الاحساس في شي شكل ولكن واعيه بانه راه صافي هذاك الماضي فهمتي غير هو كتقول لي علاش هذيك الصوره باقا كدور ولكن ما عادي اصلا انا يا في التصاور مثلا اللي عنده في اللابتوب ديال قلت لي بلا ما تمسح هو كيمسح في شي حوايج قلت لي انا هذيك التجربه عشتيها واحد المده طويله عشتيها دازت في حياتك ما يمكنش لك غادي تمحيها على قبلي انايا تحيد التصاور تحيد كل شيء حيت انايا طراعي لي المشاعر ديالي فك المشاعر ديالي اصلا هذيك مرحله عشتيها في حياتك دازت عشتيها بالزوين ديالها بالخيب ديالها ما خاصش تمسح شوفوا هاد التريكو شحال زوين شوفوا هاد الديتاي هذا اللي كاين هنايا كيحمق بلا ما تبقاو تشوفوا ليا بكوستي ركزوا معايا انا عجبني بزاف غنبدا نزعم على الابيض المهم كيبين داكشي علاش دونك غادي ناخذ هذا عجبني زوين وكاين حتى الكحل ديالو حتى الكحل صراحه زوين هادو كيبانو كيبريو يعني في اللون كيبان تيبان ما عرفتش المهم نجربو ونشوف كيف غادي يجي الكحل كيفاش جا صراحه جا زوين من هنايا عند خالو عرض علينا كاملين صافي وجينا نتغداو In that French restaurant, we had this one without pomegranate. Yeah. لقى شي بلاصه مقاده للتليفون باش ما يبقاش داخل معايا هاد الفولوم المهم الساعه 10 الصباح خارجين انا وصحاباتي غادي نديرو بيكنيك فواحد البلاصه سميتها القدره
جنب واحد الليك اول مره انا غادي نمشي ليها يعني فهاد البلاصه فايت درنا بيكنيك اي ثينك راه صورتو لكم واحد المره كان جنب البحر. هاد المره غادي نديروه جنب واحد الليك يعني بحال واحد الغابه دونك هما انا حيتاش ساكنه تقريبا قريب للبلعين انايا من داري البلاصه نص ساعه ولا اقل من نص ساعه هما بعاد هما عندهم ساعه من البلاصه اللي جايين منها صافي انا يلا خرجت من الدار غادي نمشي دائما صاحبتي هي اللي كتكلف بياسو ملي كنقول لكم صاحبتي البيست فريند ديالي يعني كيكونوا بنات وحدين اخرين ولكن دوك ماشي كنعرفهم غير معرفه ولكن ما يعني ماشي بيست فريند جست غير معرفه حتى فريندز ما نقدرش نقول عليهم فريندز anyway صاحبتي اللي كتكلف بهادشي كامل مسكينه كتمحن فاش كنكونوا بحال هكا خارجين بيكنيك لانها كتجيب معها كلشي الاغراض و الديتيلز ديتيلز كتفكر فيهم. شنو نسيت هذيك واحد اللعيبه ديال الشنيوله عشان راه كتقهرني شنيوله وارش كان شرا واحد اللعيبه ديال المهم واحد اللعيبه كتخدم بالباتري كتشارجيها وكتخشي فيها هذوك واحد اللعيبات وكتحطها مثلا كديها معاك فيما مشيتي كتحطها حداك كتخرج واحد الريحه وصافي وشني ولا ما كتقربش منك نسيتها. هذه الدخله ديال الغابه راهي صاحبتي القدام وانا تابعها من الظهر. سلام شوفوا هذه كي جات زوينه هنايا فريز هذا ديزاين روعه شوف روعه كنت باغا نسبع فيك لا سوري لان اتس بيوتيفول علاش سبعتي هذه طوماتوريز والزيتون وهنايا بلو بيري بلاك بيري هذا وروزبيري وهذه شي حاجه ما عرفتش شنو اوليف بريد اوليف بريد هذه فين نديرها كلها كلشي عادي اكليت هذه زوينه بزاف بصح هو خويا راهي وحده كانت محلوله انا باديه دائما دعوه ابيتايزر قبل الفطور يعني نشوف الحركات ماشي حبيت امور مزيانه بنات مزيانه
دابا الخمسة ديال العشية يلا دابا كان الخمسة ديال العشية كنطيبو في الغداء كنشويو بلا تروى الكرة ديتو ما عرفتش قال لي على راسي جاية لابسة البيضة عرفتي شي كريم وكفحت على راسي اتاي عشان السروال خاصني نضرب لي واحد الغسلة عالمية والله ثانك يو توالبا كلشي Why can you give me the latte? Should you have a Spanish latte? And I did hot matcha. What is this called, Arash? Banana bread. Banana bread. Do you have anything else? You guys all good. That's all good. Thank you very much. صباح الخير صباح النور هلا يلا تسالينا الفطور عدا ورياكم كم مارتي اش بغيت نقول انا نسيت ما عرفتش علاش المهم بغيتكم تشوفوني هنا عرفتي كاينين العودانات كبارين ما يمكنش كاين واحد العود كبير بزاف اوكي ضرب الدويره ورجعت باش نقصوا ليا الكورميطه اللي شريت بمناسبه البوناني نيو يير ماشي فنه بزاف قولوا لي بالصحه عرفتوش حلوة أنا باغا وحدة ناري وأخيرا فن أيا يالله ساليت عرفتي من الصباح حنايا في ديك البلاصة يالله ساليت دابا غادا للدار يالله حطيت صاحبتي ودابا غادا للدار دابا شحال الساعة دابا الخمسة تخيلوا من 12 الصباح وحنايا في هذيك البلاصه ديال الذهب ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش عرفتي وما كليت حتى شي حاجه ما فطرت شربت غير قهيوه يلا غادي نمشي يلا غادي نمشي ناكل شي حاجه عرفتي كنموت بالجوع كنحس براسي غنسخف غنسخف عادي حتى الصوت مابقاش عندي تخيل شربة جوج قهوة الصباح قهوة خرجت شربها من الدار وقهوة جابتها لي صاحبتي معاها النهار كامل تخيلي بحال قلتي مشيتي لواحد المول وبقيتي كدوري وخا هذا المول ماشي كبير ولكن غير هذيك الجلسة والصداع وهذا وهذا كتحسي براسك صافي انا ساليت غادي ندخل نيشان غادي نمشي ناكل واحد واحد اليوم اول نهار في 2024 صباح الخير صباح النور كي دايره ازيكم اليوم اول حاجه وانا كنصور في هذا علاش انا في الحمام دابا باغا ندوش البارح كنت جامعه شعري فوق بحال هكا ودرت ليه دايره ليه لالاك والجل وداك الشيء خاص واحد الغسله واليوم غادي نمشي اول مره غادي نمشي للجلوبال فيليج شحال وانا عايشه في دبي وما عمري ما مشيت للجلوبال فيليج اليوم غادي نمشي انا وارش واختو وولدها سو غادي ندوش صايب شعري حيو هادشي اللي كاين
البارح مشيت خديت هدية راس السنة الليلة ديال راس العام، احتفلنا بها يعني غير في الدار بين العائلة. بيان سور ما صورش انا، يشوفوا انا حيت عائلته وكاع الناس عارفيني انني كنصور وكندير فلوغات وداكشي، فانايا اكسبري حداهم ما كنبغيش نصور باش يعني، وتا لا كانوا معايا لقيت اللي كنصور. هانتوما لاحظتوا فاش صورت لكم هما كاينين جالسين في الطبلة، وهذا راه غادي تلاحظوا انني ما مصوراش على خاطر كنصور غير يعني بالريط، كنصور شويه باش كنبغيهم يكونوا مرتاحين وانايا وهما جالسين حدايا وداكشي. حتى انا مثلا غادي نكون جالسه ولا معايا شي حد اللي كيصور فلوغات داكشي غنبقى منويه منه، ما حيتاش ماشي كلشي كيبغي يتصور، ماشي كلشي ماشي كلشي اوكي مع راسو انه يتصور في اي لحظه وفي اي وقيته، سوقتو مثلا كيقدر يكون منقادش، كيقدر يكون واخا يكون حتى منقاد. انا بالنسبه ليا ما عنديش الحق نصور حتى شي واحد، واخا انايا كي كنقولوا هذه هي خدمتي ولا هذا، كنبغي بنادم يبقى اليز حدايا. داكشي علاش ما الا جيتي تشوفوا انايا فلوغاتي ما عمركم غتلقاو شي واحد معايا من غير مثلا خواتاتي واراش بعض المرات وهذا، اما باش يبان لك شي راجل ولا شي مراه هذا ما غاديش، كنبغيش نصور بنادم يعني حدكم مثلا كتشوفوا غير الطابله ديال الماكله وهذا، وشويه انا كنحط كنصور كنشد غير على راسي وهذا. فكيف ما قلت لكم يعني هذيك العشيوه اللي درنا وهذا ما صورتهاش، لانه فهمتي بغيت تكون عائليه بيناتنا وهذا وهذا، كاين ماما وبابا واختو وولدها، فكان زوينه. بيسوق بزاف ديال الناس هنايا يخرجوا باش يشوفوا الفاير ووركس في دبي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وانا الغد لي بحال قلت اليوم ليله راس العام، الغد لي مشيت انا وصاحبتي نشريو لراسنا كادوات، دائما كنديروا حتى راس العام اللي فات واخا ما كيجيبش لينا شي حد كادو كنمشيو نشريو لراسنا. فداكشي علاش ما يصحبش لكم راجلي اللي جايبو ليا، واخا ما كيجيبش ليا هو كنجيب نشري لراسي. حسيت براسي خاصني كادو غنمشي نشري لراسي، مناسبه حسيت براسي خاصي تجاب ليا فيها كادو، ما جابش ليا فيها كادو غنجيبها لراسي. وانا ماشي من داك النوع اللي نقول لك جيب ليا، انا بزاف ديال الناس غالطين في هذا الموضوع هذا، كيسحبوني انا من النوع اللي كنقول للراجل شري ليا جيب ليا دير ليا، لا جاب ليا هي هذيك، ما جابش ليا انا جايبها لراسي. And this my other friend was saying I have a bank account there, I have credit bank, I won't. Yeah, sure. Arash, be careful. Which? Papa? Arash, stop! Arash, مصدوم. كتبان لي واحد البنت كتبكي، هاد البنت اللي كانت كتبكي قام شمها شاده ما قرصها من وشوشها. How can you? No, this way, sorry. Richard. What? How can we make you happy? I can think of many ways. كيبان لي ديك البنت بقى مشمها وكتغوش شاده لها حنكه هكا، علاش ما تقبلش داك المنظر. الاكشن ديال ايران، دخلنا للمغرب و ايران. علاش Start now. Start now.
مسكين عيا، قال لي بليز يلا نمشيو للدار. قلت ليه سري لي قباله ونمشيو للدار. عرفتوا بغيت نختم لكم هذا البلوغ هذا بشي حاجه اللي تنفعكم واللي غادي تفيدكم. قال الهضره والطغران وما عرفت اشنو، هو حتى واحد من هاد البروداكت ما سبونسوري، هادو هما البرودوي اللي انا كنستعمل. جيل كتغسلي بيه وجهك، هو اللي كنغسل بيه وجهي، حيت بزاف ديال البنات دائما كيسولوني راه واش كتستعملي، راه واش كتستعملي، انا راه انا راني عييت، انا راه صافي يعني جربت بزاف ديال الحوايج. الناس اللي متبعيني عارفين انني كنت كان ستراغلي مع الحبوب اللي ما عرفتش كيفاش جا، ما عرفتش كيفاش جا. انا ما عرفتش ملي عقلت على راسي فاش انا فاش كنت حاذقه، انا فاش كنت حاذقه ما كانش عندي المشكل ديال الحبوب، كتنوض ليا حبوبه فشحال ملي تقرب تجيني لي غاكل، الا ما غسلتش وجهي واحد الشهر، الا شي حاجه بحال هكا. اما كنقول انا نيمتى بدا كينوض فيه الحبوب وفريمون فقط فريمون فقط السيطره عليه، هي اختي ملي درت شويه ديال العاقه وبديت كناخذ هاد لا كريم ايدراتونت وهاد لو جيل وهاد لو سيروم وهادي وهاد، من تما انا يلور لور في كمارتي. المهم مؤخرا راكم عارفين انني حبوب ما مهم قهرني 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 وفهمت بغيت نوصل لمرحله التعقيد. جربت بزاف ديال لي برودوي، جربت بزاف ديال العيبات، بقى ليا وبدون جدوى بقى ليا حاجه وحده، هي انني نمشي عند الطبيب ونشرب داك الدواء اللي كينشف، عرفتي داك الفانيد اللي كينشف لك الدات ديالك وهذا وهذا اللي كيحيد الحبوب، وما بغيتش نديرها، ما بغيت نشرب، بغيت ندير محاوله اخرى، ما بغيتش نشرب الدواء لانه داك الدواء ماشي شي حاجه مزيانه للذات، وهذا كينشفك من الداخل حتى لبرا. قلت غادي نبقى نحاول. اشنو درت؟ بما انني جربت وما صورت والو، بقيت كنستعمل ونشري هادي ويقول لك هادي زوينه وهادي زوينه ونشري هادي ونشري هادي، اش درت؟ اش قلت انايا غادي مادام هادشي انا كنديرو وكندير هاد لي فور وكنخسر فلوسي وما صدقت حتى شي حاجه، اجي ما نبقى ندير حتى شي حاجه. داكشي اللي درت، وكنقسم ليكم بالله لا من نهار بديت كنقص داكشي التطلاص راني بخير. ومؤخرا تخيلوا مؤخرا مابقاش كنوض فيه الحبوب، انا مازال ما مصدقاش، وكنت كنقول ما غاديش نقولها لان نعود نضرب راسي، ماشي واخا ما كنامنش بالعين ولكن بحال يعاود يرجع ليا ونصدق انا قلت لكم هاد الهضره وانا ما كاين منها حتى شي حاجه. انا ما كنتش كيجيني بريك يعني نرتاح شويه وجهي يرتاح، لا راه جوج في ثلاثه في ربعه ما كان وجهي، الا كنتي كتلاقاي معايا يوميا غادي تشو يوميا غادي يبان لك فيا الحبوب. ولكن كيف قلت لكم راه ما بقى كينوض فيا والو، يعني انا دابا في وجهي كامل عندي لاطراس، دابا انا بقى عندي دابا مشكل ديال لاطراس، هذاك ما ساهل الحل ديالو، كاين الليزر كاين هذا، ما هذا ماشي هو المشكل. ملي ما بقيتش كنستعمل بزاف ديال لي برودوي نقصت وخليت وجهي شويه يتوسخ، جاب الله التيسير. فهمتوا انا بهاد الهضره اللي انا تنقول لكم راه ما مزياناش ليا، حيت لي برودوي يعني لي مارك وداكشي غيشوفوني تنهضر كنقول لكم ما ديروش ونقصوا ما تشريوش، ما مزياناش ليا انا، ما غايصوروا معدي حتى شي حاجه، فهمتي ما خداماش ليا، ما تجينيش الخدمه، ما يجيونيش لي كولابوراسيون، ولكن هذه هي الصراحه. لقيت انه كاين بزاف ديال الكذوب في هاد الدومين، في كاع لي دومين. بما اننا تنهضروا على السكين كير غندويو على السكين كير، هذيك ديال ليكرون خاصك ديريها تعاوديها كل ساعتين، ولا ما درتيهاش غادي نوض لك وغينوض لك، هادشي كله مكبرين ولينا غير باش نشريو. انا متفقه الشمس كضر بالبشره، ولكن ماشي لدرجه كل ساعتين، اوكي تنكون دايره الليزر ودايره شي حاجه ديال كل ساعتين. وديك الهضره ديال اوكي وحتى ما خرجتيش هذيك الاشياء اللي تدخل من الشرجم، انت اللي خاصك ديري عليها لاكرون،
علاش حيت خاصك تستعملي خاصك تستهلكي فهمتوا السوشيال ميديا تتكذب علينا اكبر كذابين هما السوشيال ميديا باش تبقى تشري تيبيعونا الكذوب تشري وتستعملي وتشري هذا وتشري هذا البرودوي وهذا يجي يقول لك واعر ويجيب لك واحد اخر واعر ونفس الشركه تخرج لك برودوي ودير ليه سميه واحد اخر يقول لك واعر المهم تيكرفصوك في دماغك انا بغيت جيت دايره لكم هذه الفقره الاخيره ديال الفلوغ نقول لكم انا راني لاباس عليا انا راني مابقاش كينوض فيا الحبوب وعباد الله ثلاثه السيمانات ما ناضت فيا حتى حبه واش هذه راه ما كايناش انا راه ما انا راه مازال ما متيقاهاش ما ناضت فيا حتى حبه مع انني رجعت كناكل شويه يعني الحلاوه ماشي السكر الحلاوه مره تنشري كلاص مره هذا ما حرمت راسي كنت حارمه راسي ودير هذا الريجيم وما عرفت اشناهو وبرك كناكل في اللي كناكل في الصلاد وما عرفت شناهو ومرد البال وهذا وحتى شي حاجه ودابا الحمد لله خليته يجي يتوسخ شويه راني بخير المهم هذا الموضوع مازال غنهضر معاكم فيه لانه خاصه باش بنات وحدين اخرين يفهموا يعرفوا وتا هما يقدر تعاونهم التجربه ديالي اللي بغيت نوريكم انا هو شنو كنستعمل هذا كنستعمله اشنو معروف علينا اننا شنو معروف هو انه خاصك تغسلي وجهك في الصباح وفي العشيه بلا كريم بالجيل نيتوايو ياك كنستعمله بديت في الاول كنستعمله غير في الليل مابقاش كنغسل به الصباح في الصباح كنغسل غير بالماء وفي الليل تنغسل به بيان سور الا كديري ليكرون الا كديري الماكياج راني كنغسل الا ما دايره انا في النهار والو ما خرج داكشي ما كنغسلش كنقدر نسكيب هذا هو هذا انا بشرتي دهنيه وكنستعمل هذا فور نورمال تو اويلي سكين لان ملي كنت كنستعمل ديال البشره الدهنيه كان كينشف لي وجهي لدرجه كنحس بيه كيتجبد فعرفت انا كينشف لواحد الدرجه ما كتحسسنيش مزيان فقررت ان ناخذ ديال نورمال تو اويلي هذا زوين بزاف ناسبني انايا بزاف كنغسل به وجهي وما كنحسوش كيجبد لي وجهي وتي فهمتوا بغيتو يغسل ليا ويخلي ليا شويه ديال الدهون ماشي مشكل المهم هذا ارتحيت عليه عندي شاريه منه حاطه واحد هنا حاطه واحد ليها باش نكون كندوش كنغسل به المهم طوب هذا هو اللي لقيت عليه راحتي هادو ما بغيتو تشوفو سكرينيو عندي لا كريم ايدغاتونت هادي كريم ايدغاتونت اللي لقيت هي عليها راحتي بزاف هادي ديال لا روش بوزي ايفا كلار ما عرفتش واش غادي تبان لكم ولا لا حتى هي ديال البشره الدهنيه ما عرفتش واش تبان لكم شي لعبه ديال كي ايدغاتي البشره الدهنيه وزوين كيرطب ليا مزيان كاينين ديك كريم ايدغاتونت اللي كنت كنستعملو ديال البشره الدهنيه ما كنحس بهم مع الجيل كينشف وهما ما مدهنينش بزاف يعني انف كنحس براسي وجهي كيبقى ناشف هذه الطوب زوينه وريحتها زوينه المهم لقيت عليها راحتي واللي كنستعمل راه هو ديال البشره الدهنيه اللي فيها لاكني ان شاء الله نبقى من بعد غادي نشري غير ديال البشره الدهنيه اللي ولكن ماشي ديال اللي فيها الحبوب واخيرا هذا كنستعمله حتى هو زوين بزاف ما كانوا كاع لي زيكرون اللي كنت كنستعمل قبل كينوضوا لي الحبوب هذا طوب زوين ديال بيسيري مره كنستعمل هذا لاكريم هذا ديال الجليكوليك اسيد مره فاش كترشق ليا كنحس براسي وجهي فهمتي توسخ وخاص واحد الفركه كندير لي هاد لاكريم هادي كتقشر زوينه مزيان بالبشره تتنفس وتحيدي الخلايا الميته الناس شوفوا الناس اللي كيمشيو للحمام راه مزيان راه داك الوسخ اللي تيخرج لك في الحمام راه تخرجوا لك حتى حاجه ما كيخرجوا لك حتى شي برودوي واحد اخر هذا بما ان هنا ما كنمشيش للحمام بزاف وداك الشيء وهذا كنستعمل هاد لاكريم ديال التقشير صافي هاد الشيء اللي كنستعمل لاكريم ايدغاتونت كنغسل وجهي صافي سالينا كاع داك التخربيق اللي عندي غادي نلوحو وواحد صافي ما بقيتش كنستعمل ولا حتى شي حاجه ما خصني بيه المهم كنتمنى ان هاد البارتي الاخرى تكون فاتكم في شي حاجه وغادي نهضروا على هذا الموضوع اكثر وغادي نابديتيكم اكثر نشوفكم نقول لكم اشنو وقع واش هذا المهم كخلاصه لحد الان هي ملي خليت وجهي يتوسخ ملي كنت مهضيه فيه كنستعمل ليه الكريمه
ما كان في خير، ما كان في خير. ايوا دابا ملي خليت درت العكس راه بخير. هادشي ما كيمنعش ان كاين واحد الناس واخا ما عرفتيش ليه لدخول، واخا كينعسو بالماكياج، واخا ما عرفتيش يديروا لوجههم، ما كينوضش فيهم الحبوب. شوف واخا تشديها تحط لصيلها اخرى في وجهها وما ينوض ليها والو. هادوك الناس محظوظين محظوظين، ما عندنا ما نديرو. ولكن كاينين الناس اللي كي كات مهم بحالنا بحالي اللي خاصة تفهمتي تعاني وتبقى مضاربة وما عارفاش اش غدير وهذا وتجرب هذه وتجرب هذه وتجرب هذه. المهم هادشي اللي كاين. المهم بيان سور الا عجبكم الفيديو ديرو داكشي اللي خاصو يدار، لايك شي كومونتير زوين وصافي نشوفكم في الفيديو الجاي.